اول قصفه يا سيدي تلقنا على هو معايا بالدكان هو العملية العسكرية الواسعة التي بدأتها كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس تأتي في سياق استمرار النضال الوطني الفلسطيني وفق القانون الدولي وردا على انتهاكات الاحتلال اليومية بحق المسجد الأقصى ومحاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا والاعتداء على المرابطين والمرابطات وأيضا القتل اليومي في الضفة الغربية ومئات الشهداء الذين سقطوا هذا العام وأيضا لتحرير الأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال. بالتأكيد توقيت العملية وتكتيكاتها تقول أن كتائب القسام انتقلت نقلة استراتيجية في التعامل مع الاحتلال على المستوى العسكري وفرضت قواعد اشتباك جديدة ويعني أنها تطور من أدائها باستمرار. القسام قادر في كل مرة على أن يفاجئ الاحتلال بمزيد من القدرات.